السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام شيخ ابو سلطان. الان الاخوه يريد يوجهون سؤال. انت سمعت ما طرح الان وفي البث وعدهم بعض الاسئله. خلينا نشوف الشيخ ابو حسن والاخ عباس ثم ناتي ان شاء الله تباعا. انت منذ قليل جبت حديث عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته. سألوه: يا رسول الله ما حق تقاته؟ بس ما فهمت شنو وجه الشبه يعني. لا انت لما تقول لإنسان هذا متق لله تبارك وتعالى صح؟ نعم. متقي يوم الثلاثاء والأربعاء يعصي ولا متقي دائما أربعاء وخميس وجمعة وكل أيام الأسبوع؟ ومن أين ستعرف هذا؟ هل التقوى ظاهري أم باطني في بطن الإنسان؟ لا هو الإنسان لذلك قال حبل الله، ما قال لأن أكون حبل من الناس وحبل من الله. إحنا نحكي على ارتباطه بالله. الإنسان أبو سلطان الآن داخل على البرنامج هو ونيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فارتباطه بالله تبارك وتعالى يكون بصدق في كل وقت من الأوقات، ما يصدر منه الخطأ على الإطلاق، لأن اللي مرتبط بحبل الله يعني الله. أنت قدرتك حاجة واحد، أنت قدرتك تشيل 50 كيلو، أجي أقول لك شيل 200 كيلو وضعف لك الأجر. إذن الله تبارك وتعالى فعل القبيح والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه تعبدنا بقرآن، تعبدنا بقرآن ما نقدر نشيله. أنت الآن هل القرآن يطبق؟ اسمع، هل القرآن قابل للتطبيق ولا لا؟ الله في القرآن الكريم يقول: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم. هل القرآن قابل للشح نفسه؟ هل القرآن قابل للتطبيق يا ناس؟ في أسهل من هذا السؤال؟ شيخنا الذي يتقي الله حق تقاته خير أم الذي يتقي الله ما استطاع؟ طبعا الذي يتقي الله حق تقاته خير. أحسن. ولكن العبرة في النتيجة يا حاج وعد، العبرة الآن في الآن هذا القرآن. بس اسمح لي شيخنا، مو أنت من أهل العلم وأنا أوجه لك أسئلة علمية. الآن هذا القرآن قابل للتطبيق ولا لا؟ طبعا، وهو نزل لكي يطبق. أحسن. وإلا لما تعبدنا الله تبارك وتعالى بدستور لا يطبق، يعني يلزم العبث لأن ما حد يقدر يطبق. الآن من الذي طبق القرآن الكريم؟ من الذي طبق القرآن الكريم كاملا وهو يمشي كأنه قرآن؟ من؟ يلا حاج وعد، هناك أعمال يعجز الإنسان أن يطبقها كاملة، ولكن إذا أتينا إلى النتيجة العامة هناك أعمال أجرها أعلى ولكنها قليلة محدودة جدا. مثل عندك درجة الصدق، إنسان صادق نصر رسول الله صادق بيوم الأحد لو الاثنين صادق يوم الأحد صادق. لا حول ولا قوة إلا هذا الإنسان الصادق اللي يصدق مع الله، صادق يوم الأحد ويوم الاثنين يكذب ولا بكل أيام الأسبوع صادق؟ هذا سؤالك صراحة ما هذا لا يطرح من إنسان عاقل، هذا لا يطرح من إنسان عاقل. هذا سؤالك سؤال تعجيزي، بل الواجب منك أن تقول هل الإنسان هذا صادق؟ هو أنا هذا شغلي صادق بتقوى هنا، مو مرة تقول لي يصدق الاثنين ويكذب. هو شغلي يا شيخنا الحبيب، شغلي أطرح أسئلة تعجيزية حتى أبين لكم أنكم عاجزون عن الرد على إخواني. هذا السؤال اطرحوه، سجلوه يا إخواني واطرحوه. يا أهل السنة، سؤال يوجه إليكم من وعد اللامي: هل هذا القرآن قابل للتطبيق أو لا؟ لابد وأن تجيبوا بنعم. لم؟ لأن إذا قلتم أن الله تعبدنا بكتاب لا يطبق يلزم العبث والعياذ بالله، أن الله كلف الناس بما لا
يطيقون، كلف العبد بلا ما لا يطاق. إذن هذا القرآن قابل للتطبيق، وهو هدى للناس، وهو النور، وهو الهدى. من الذي طبق هذا القرآن ويمشي على الأرض؟ إذن هنالك هدى يمشي على الأرض. من هو؟ أتحداكم أن تعطوني اسم واحد من صحابتكم طبق هذا القرآن غير محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سؤال يعجز عن جواب كل أهل السنة والجماعة على وجه الأرض. طيب، هذا المقطع نزلوا وريد الاسم. زين أخواني، الآن الأخ أبو حسن، أو خلي أخذ الأخ شيخنا أبو حسن من البحرين، أو لا، الأخ أبو حسن، تفضل شيخنا أبو حسن. حياك الله حجينا الغالي، الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. حياك الله ويحفظك شيخنا الغالي حاج وعد. الله يحفظك الشيخ سلطان. والله حقيقة حجينا السؤال مو بس مدمر، إذا أتينا إلى مصداق خير من يطبق القرآن الكريم، عندنا كشيعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن نجد عند السنة جملة وتفصيل لا يوجد مطبق لذلك القرآن حتى الرسول. بدليل عندما عمر بن الخطاب عندما قال له، قال لرسول الله: أليس قد نهاك الله، أو أليس قد نهاك ربك؟ أعوذ بالله، قال للنبي، يقول للنبي، نعم قال للنبي، يقول له الله مو، يقول له الله مو منعك. يعني شلون أنا أقول لابني لك بابا أنا مو قلت لك لا تعبر الشارع، شلون تخالفني وتعبر الشارع؟ همزين ما جت سيارة وصدمت النبي صلى الله عليه وآله مثل ما صدمت هذا الطفل. يعني لو ما عمر كان احنا ضعنا. تفضل. نعم حاج وعد، شوف هنا تعبير كلام عمر بن الخطاب، والرجل عربي وفصيح عندما أتى بلفظة نهاك، لفظة نهاك في زمن الماضي، على اعتبار لابد أن يكون ذلك العلم عند رسول الله، وبالتالي بذلك العلم تكون نتيجة، النتيجة هي التطبيق. ولكن بمدلول كلام عمر بن الخطاب نجد أن رسول الله لم يطبق القرآن الكريم، بحيث أنه ذكره بذلك النهي المسبق الذي خالفه رسول الله. أبو سلطان، كلام عمر بن الخطاب عندما قال أليس قد نهاك ربك، هذا كلش قوي يا أخي، سوي ميوت. كلام عمر بن الخطاب عندما قال لرسول الله أليس قد نهاك ربك، هذه لفظة نهاك بصيغة الماضي. هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسي الحكم الشرعي أم أنه لم يطبق الحكم الشرعي؟ الله أكبر على هذا السؤال. أي والله لله يدرك. تفضل أخونا شيخنا أبو سلطان، أو خلي أوقف قبل الأخ أبو سلطان. أخواني اللي على الدور الآن، القدس، هل أنت من السنة؟ القدس، هل أنت سني أخونا القدس؟ هل أنت شيعي؟ طيب أخونا نالكشري، هل أنت سني؟ هل أنت سني أخونا؟ طيب طيب خلي أخذ الأخ أبو سلطان يجيب عن هذا السؤال، لأن الأخ ما أعرف عنده مشكلة الأخوان. طيب تفضل أخونا أبو سلطان، تفضل جاوب على سؤال مدمر مدمر. والله والله إذا أنت منصف، شوف أبو سلطان، إذا أنت منصف وأنت من العلماء، سألك إنه عمر بن الخطاب قال للذي يطبق القرآن محمد صلى الله عليه وآله، قال له يا محمد أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ يعني هذا بالماضي، يعني الله مو منعك، ليش تخالف الله وتصلي؟ زين خلني أرد على هذا الشباب، بس لا تقطع الاتصال، تقطع علي الصوت،
تاخذ مني كلمتين مثل الطفل الصغير وتسكر بوجهي عيب. لا لا بالعكس مكرم. هذه الحادثه جاءت بروايتين لا يجوز فصل احداهما عن الاخرى. ان عمر اراد تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالايه التي تنهي عن الصلاه على المنافقين. وسؤال عمر ليس بسيء ولا تكفير للنبي، بل الملائكه قالت لربها اتجعل فيها من يفسد اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اذا ضربتم كلام عمر بالنفاق فانتم تضربون كلام الملائكه بالنفاق. وهي الملائكه تقول لربها اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يا رب. الملائكه مكلفه. كلام مردود عليكم وهذا كلام مجرد. ابو سلطان حيا الله سيد الحبيب حياكم الله حجينا. السلام عليكم. اوقف ابو سلطان، هو الشيخ سالك السؤال الاتي، أليس الله قد نهاك؟ معناه بالماضي. الآن عمر صادق أن النهي وجه إلى النبي ولا لا؟ ولا عمر كاذب؟ لا عمر صادق بدليل نزول الآية ولا تصلي على أحد منهم. لا هاي نزلت بعدين. لا تلعب وياي، هاي نزلت بعدين. الآن السؤال، سؤال الشيخ واضح، يقول لك أليس الله قد نهاك؟ متى الله نهى النبي محمد صلى الله عليه وآله وعمر ذكره بالنبي؟ متى نهاه ولماذا خالف النبي الأمر الإلهي؟ ما يا أخي ذكره بالآية مجرد تذكير، جاي يقول له أوليس الآية ما نازلة الآية ما نازلة يا ظالم يا ظالم. الآية لما قال عمر فنزلت موافقة لعمر. يا ظالم يا ظالم، الآية ما كانت نازلة. لما قال عمر أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين نزلت ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره. يا ظالم، ليش ظالم أنت؟ مو أنت عالم؟ أنت تحشر يوم القيامة على من خريك في نار جهنم لأن تعلم العلم وتكتمه. أنت مو لسان جاهل، ما كانت نازلة يا أخي. اتق الله، أنت عندك متابعين، عندك تحت منبرك يجلسون، اتقوا الله. يعني من أجل عمر تخطئون النبي؟ يا حاج وعد، هناك روايتين، هناك روايتين، أنتم تجيبون الرواية اللي تناسب هواكم وتتركون الرواية الثانية، وهناك الروايات والتفاسير تفسر بعضها بعضا. أنا أقدر بإمكاني أفتح كتاب الكافي وأطالع الصندوق الأسود وأخذ اللي يعجبني طلع وأجي أشلف عليكم. وساويتها قبل، ساويتها قبل ودلست عليكم وكشفتوني، وأنت ذلك الأمر أنتم تدلسون وأنا ضربتكم وأسقيتكم بنفس الكاس الذي تسقون به أهل السنة. نحن قادرون على أن ندلس كتدليسكم، ولكن نحن أهل السنة والجماعة صادقين بالنقل وصادقين بالإلزامات، وما عدنا احنا بالعكس احنا عدنا الشفافيه. الان الايه الان يا حبيبنا يا حبيبي الموجوده في صحيح البخاري بكل شفافيه وصدق، مو مثلكم بالكافي، مو نقات القات مساوين على أئمة كانهم اله والعلا. هو الان وين الجواب يا اهل السنه؟ يا اهل السنه وين الجواب يا سنه؟ والله لو انا سني ما ابقى دقيقه والله. اسمعوا اخواني سؤال الشيخ ابو حسن الله يرضى عليكم، اخواني ما يحتاج لها. النبي صلى الله عليه واله اول من يطبق القران، فالزمهم الزاما، الشيخ الله يحفظه الزام قوي، قالهم اذا النبي قران يمشي على الارض، النبي صح يمشي على الارض، كتله من الصح تمشي على الارض، شلون عمر يقول للنبي يا محمد صلى الله عليه محمد وعلى الله مش منعك ان تصلي على المنافقين، ليش رجعت تصلي؟ فالله نزل قرآنا يوافق عمر، ومعناه النبي أخطأ. فسأله شلون الذي اعتصم بحبل الله هو مخطئ وعمر هو الصح، فيلزم أن عمر أكثر تمسكا بحبل الله من النبي صلى الله عليه وآله. فسألناه في أي آية متى نهى الله النبي صلى الله عليه وآله
وعمر ذكره ونبهه والحمد لله ما خلاه يعبر الشارع وضرب سيارة، جره سحبه وقال له لا تصلي الله نهاك. الحمد لله، يعني لو ما عمر ساحب النبي كان النبي وقع بالبير وإحنا وقعنا وراء. لله درك يا عمر، سحبتك للنبي أنقذت النبي. الله أكبر. الله لا, لا 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 أنت ما فهمت جوابي. هو النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، وهو من سماه وأطلق عليه هذا اللقب ألا وهو الرؤوف الرحيم. رؤوف خالف قال عن نبيه الرؤوف الرحيم، ولكن عمر شديد غليظ قال له وهو غيور على الدين لا تصلي عليه أمامك الله يا رسول الله. أغف 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 أغف. كلام جميل، كلام جميل، كلام جميل، كلام جميل. اسمع، النبي رؤوف وعمر شديد، هل شدة عمر لله أو للشيطان؟ لله. أحسن. إذا عمر شديد وما عثمان لما انتصر هذا الدين. اسمع خلاص شوف يشوش 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 شوف شوف رجع رجع علينا. شئت سمعتوا إخواني، شدة عمر لله وعمر أشد من النبي في الله. إذن عمر النبي، لأن شدة عمر لله فعمر عمر شديد. شدة عمر برحمة رسول الله، هذه من رحمة وحكمة الله. أراد الله أن يجتمع هذه السلسلة الذهبية مع محمد أبا بكر بحميته وشفقته وتصديقه، وعمر بغيظته وشدته، وعثمان بمالته وكرمه، وعلي بشجاعته. هذه السلسلة الذهبية الذي أقام بها الله هذا الدين الحنيف. زين أوقف أوقف خلاص خلاص سمعناك سمع سمع سمعنا. خذ اسمع أحسن سيدنا. شوف شوف الآن، بغير شدة عمر، بغير شدة عمر في الله، هل النبي ضعيف؟ ليس ضعيف، بل النبي لولا شدة عمر. خلاص صغير يجاوبني. هذه السلسلة الذهبية متكاملة مع بعض. لحظة لحظة، إذن النبي بغير شدة عمر قوي في الله تبارك وتعالى، صح؟ نفس المبدأ، لولا علي في خيبر لما فتحت خيبر، إذن أين شجاعة النبي؟ نفس المبدأ. أعطيك بنفس الكأس. أقبل أقبل وسأجيبك، أقبل وسأجيبك. اسمع اسمع الآن، إذن النبي صلى الله عليه وآله قوي في الله تبارك وتعالى في غير شدة عمر، اتفقنا؟ بس قول اتفقنا. قوي قوي إيمان، أعز الله الإسلام بعمر. شوف اللف والدوران، لا حول ولا قوة. والله حط لكم أن تفخروا. والله في صحيح البخاري يقول والله ما أسلم أحدا جهرا إلا عندما أسلم عمر، أتى إلى قريش ومسكها وقال لهم إن كنتم رجالا الحقوني خلف هذا الجبل. هذا هو عمر، هو الوحيد الذي شهر إسلامه. كان علي طفلا صغيرا لا يفقه شيئا، وعمر بن الخطاب يقول لعلي لا تخشى شيئا يا علي فإن أعز الله الإسلام بي. أولا هاي الرواية إذا أثبتتها بسند صحيح الآن نغلق البث، هذه كلها كاذب. يا رجل أنتم آخر. لا حول ولا قوة. يا أخونا يا عدكم عدكم يا 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 شيخنا 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 لا تهرب من الموضوع إخواني. هو قال إن عمر أعلن إسلامه وقال من أراد خلف الجبل. أنا ما أدري ليش، يعني هم الآن موجودين أمامه، يقول من أراد أن أضربه بالسيف يأتيني خلف الجبل. مو ما نشوف خلف الجبل، ليش رايح يا أخونا؟ أنا غير أريد نشوفك أمامنا. إذا يروحون خلف الجبل شلون أعرف أنا اللي صار والما صار؟ شلون أعرف الصار والما صار؟
ممكن عمر يعني ما حطار شو ما أدريني شنو القضية، ليش خلف الجبل؟ اثنين هذه وين؟ حتى يقتل وينكر. ها؟ حتى يقتل وينكر، يقدر ينكر إذا طلبوه قريش يقدر ينكر. يعني ما شافوه قتل. إيه المفروض يا أخواني أنا الآن أقول أتحداكم أن تأتوا بتفسير لهذه الآية وبعد ذلك أغلق البث. يقول لك بابا انتظر تغير تتحدث. هاي شنو رواية البخاري؟ هاي رواية البخاري عن إسلام عمر حجي الله يحفظك. أقرأ رواية البخاري. أبو سلطان، أبو سلطان، أبو سلطان، أبو سلطان. أقرأها. هذا صحيح البخاري إخواني، يقول هذا عن عبد الله بن عمر، ابن عمر نفسه، عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا. لا 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 موجود خائفا موجود. اي هاي حج، هاي اللون الأزرق. بينما هو في الدار خائفا، هاي وين هي؟ هاي في إسلام عمر بن الخطاب، الباب، الباب إخواني، الباب اللي هو فقه الحديث. هذا شوفوا هنا، هذا 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 إسلام عمر بن الخطاب، هذا أمامكم على الشاشة، هذا إسلام عمر بن الخطاب. إيه يا أبو خارج شلون أسلم عمر؟ كيف أسلم عمر؟ يقول بينما هو في الدار خائفا، خائف، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك إنهم سيقتلونني. خايف 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 خايف، ولا بتجو الدرج زين، وخاف ما عنده درج قبل. يقول إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سأل بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال لا سبيل إليه، فكر الناس خلف الوادي، خلف الجبل. تفضل حج. طيب أخونا السيد، أنت الآن قرأت رواية، بس لحظة لحظة، قرأت رواية أنه يا بس اعطيني مجال، اعطيني مجال، اعطيني مجال. إسلامي عمر، وهذا هو أمامي سند صحيح في صحيح الألباني، في صحيح الألباني. عندنا ثقة صادق إذا قلنا الألباني ورفعت الأقلام وجفت الصحف. اسمع ماذا أقول، اسمع ماذا يقول الألباني. لما أسلم عمر، لما أسلم عمر الألباني شلون عرف؟ لحظة، شلون عرف الألباني؟ لحظة، الألباني قبل 20 سنة، لحظة، الألباني قبل 20 سنة توفى، شلون يقول لما أسلم عمر وكان عايش؟ رايح أعطيك السند، رايح أعطيك السند. اسمع، عندما أسلم عمر صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ؟ قال يقول عمر من خلفه كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، فثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح أي أعيا، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله إن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذا أقبل شيخ من قريش عليه حلة، عليه حلة حبرة وقميص موشى، حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا صبغ عمر. قال فما رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا هكذا؟ خلوا عن الرجل، فوالله لكنكما ثوب كشط عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة، يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك يا بني العاص بن وائل السهمي. هذا هنا المتكلم من عبد الله بن عمر. أي شنو معنى هذا؟ من شنو معنى هذا الحديث؟
هذا معناه ان عمر عندما اسلم اتى عند الكعبة في قلب أندية قريش، قال لهم يا معشر قريش انني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد هذا نفسه اصل الحديث مال خائف في الدار اسلم جهارا نهارا. طيب وين لحظه المصدر اوقف. انت قلت المصدر، لحظه ابو سلطان انت قلت الان ساعطيكم المصدر. هذا الحديث هو نفس حديث البخاري اصله اللي عليه حله لحظه عليك الله حبارة اسمع اللي عليه حله حبارة اللي قرأته وقميص مكفوف بحرير. قال اسمع ابو سلطان اجيب بس اقرا على الحديث. انا اقرا على الحديث ان شاء الله تمام. انا مطلع الهياط. ابو سلطان تسمع هذا صحيح سيره محمد ناصر الدين الالباني. اصبر هذا الحديث اللي طلعته انت هذا الحديث اللي طلعته انت. بس اسكت لحظه اسكت يا ابو اسكت هسه عليك السلام يا عمر. وين سلم على يحيى بن زكريا قاعد اسكت. يقول قال ابن اسحاق وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال لما اسلم عمر قال اي قريش انقلوا للحديث، فقيل له جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه. قال عبد الله وغدوت اتبع اثره. يعني هو عمر سال من هو انقل للحديث، قالوا لهذا الجمحي فراح له. وغدوت اتبع اثره يعني شربه وانظر ماذا يفعل وانا غلام اعقل كل ما رايت، حتى جاءه فقال له اعلمت يا جميل اني اسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه واله. ما رايح القريش، قال لهذا اللي هو ينقل الحديث. قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر واتبعته أنا حتى إذا قام على باب المسجد من هذا الجمحي صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صبأ يعني أسلم. قال يقول عمر من خلفه كذبة ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلع فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما نحن هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قال صبأ عمر. طيب صبأ عمر. قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت؟ قال ذلك العاص بن وائل السهمي. طيب العاص بن وائل السهمي في البخاري في صحيح البخاري يا أخوان خلاف هذه القصة، ما أنه جاء العمر وكلم قريش، لا هذه يعني أنت الآن هذا من السيرة النبوية عند الألباني. طيب السيرة النبوية عند الألباني، ولكن في صحيح البخاري هذه قصة العاص بن وائل السهمي. ها أمامك، ها وين لقى بأي مكان؟ أنا أخواني يقول وعن ابن عمر. يعني سيدنا قبل أن تقرأ خلي صورتك، قبل أن تقرأ إذا أقول لك سيد خلي صورتك. معناها أخواني
الحديث. شوف هؤلاء اللي والله يكذبون عليكم. شوف ماذا فعلوا. الحديث في البخاري بينما عمر في البيت خائف في البيت عمر، فلما كتب السيرة شراح قطع هاي مال خائفا في البيت ولسقى ويا تكملة أخرى. يكذبون عليكم حتى لا يبين في السيرة الحديث الذي أصله أن عمر خائف هو في البخاري، قطع البخاري من أجل عمر. لاحظتم الدجل إخواني؟ يا أهل السنة بالله عليكم، أهذه كتبكم؟ يا أهل السنة إلى متى يبقى هذا الشيخ وهذه الكتب تخدعكم يا أهل السنة؟ تفضل سيدنا. نعم، الآن إخوان نفس القصة وين؟ بالبخاري. هل ذهب إلى قريش وقاتلهم وقاتلوه بعد ذلك جاء العاص من وائل السهمي وتكلم معهم؟ لا، هذا نفس الراوي ابن عمر عن أبيه، أبوه المتكلم يقول بينما هو في الدار خائفا، جالس في الدار، يعني عندنا بالمثل يعني لابد بالدار لابد بالبيت، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو نفس الكلام، عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاءنا في الجاهلية، فقال ما بالك؟ قال زعم قومك إنهم سيقتلونني إن أسلمت. كلها قطع هذا الألباني. نعم. قال لا سبيل، لا سبيل لك. بعد أن قالها أمنت، كان خائف لما قال لا سبيل علي، لا سبيل إليك، ما حد يوصلك. مزورون والله العظيم، مزورون يا أخواني، يشهد الله ويعلم. فتح الباب العاص بن وائل السهم وطلع شاف الناس، سأل بهم الوادي، شنو سأل بهم الناس؟ ما يقول الرجال أخواني، لو قال الرجال لعلمنا أنه رجال مسلحين، لكن الناس يعني زعاطيط ونسوان كل واحد كذا طابوقه واحد. سيدنا قبل أن أستمع للأخ عبد